تستاهل. الوطن فوق كل الاعتبارات، واي شخص تسول له نفسه ان يمس بالوطن ولا بالقياده الرشيده نقطع راسه. مجلس النواب الخليفي وبعد ان قدم وصفه ناجعه لحل ازمات البحرانيين توجه نحو حمايه الطيور من الانقراض. البحرينيه الفطريه والمهدده بالانقراض مثل البلبل البحريني، هذا الطير الذي للاسف يعتبر من الطيور المهدده بالانقراض. واما وصفه المجلس الناجعه فهي قطع راس كل بحراني معارض. ان يمس بالوطن ولا بالقياده الرشيده نقطع راسه. وبالمقابل قرع احد النواب ناقوس الخطر لحمايه البلبل من الانقراض. وعدنا البلبل البحريني وعدنا طائر السمنه. نائب اخر حذر من انقراض بعض انواع الحمام قبل ان ينزل غضب العزيز الجبار. واخيرا ناقش المجلس قانون حمايه الحياه الفطريه. وشملت القائمه اشجار القرم والبلبل البحريني والهامور والصقر والفلامينغو. مجلس دس رأسه في التراب أمام محنة البحرانيين العالقين في إيران ولم يكلف نفسه عناء مناقشة قضيتهم. مقترح سبق بعدم عودة الموجودين في لم يناقش أزمة البلاد الاقتصادية ولا الأزمة الحقوقية أو فساد عائلة آل خليفة وعشرات الملفات الأخرى العالقة. هذه الكائنات بالأمم وشأنها شأن الإنسان، وأنا اختلفت في أمور كثيرة، فهذه الأمم واجب على الإنسان أن الحفاظ عليها. وأما السبب فلأنه مجلس شكلي وأعضاؤه طرطنجية باللهجة البحرانية، أي لا يحلون ولا يربطون، فهم لا يشرعون ولا يراقبون ولا يشكلون الحكومة كما هي عليه وظيفة المجالس المنتخبة. من دفع الفلوس والفلوس تونس يرتاح نفسيا، صح؟ كل دورهم هو تمجيد الحاكم الخليفي ونظام حكمه الجائر، أو تحريض سفاح البحرين على قطع رؤوس المعارضين. إن يمس بالوطن ولا بالقيادة الرشيدة نقطع راسه. محرم عليهم مناقشة أي قضية تهم الشعب، ولكن ترك لهم النظام مساحة يثبتون عبرها وجودهم منافذة الطيور التي تواجه الانقراض. بالنسبة للبلبل البحريني اللي تفضلتوا حضراتكم تكلمتوا عنه، في قرار وزاري اللي هو رقم 2 سنة 2005 خاص بالبلبل البحريني وحماية، وبغير ذلك فسيكون مصيرهم هم الانقراض كما فعل النظام من قبل بنواب صدحت أصواتهم بقول كلمة الحق. الحمد لله على صحة النعمة، الحمد لله على صحة النعمة والعافية، شكرا لجلالة الملك وحفظه. مجلس وظيفته حفظ رؤوس الطيور والتحريض على قطع رؤوس البحرانيين. إن يمس بالوطن ولا بالقيادة الرشيدة نقطع راسه.